معالي رئيس مجلس إدارة الجامعة يترأس الاجتماع السابع للمجلس. رئيس جامعة الملك سعود يرعى حفلة تكريم الطلبة ذوي الإعاقة المتفوقين والموهوبين. كلية العلوم الطبية التطبيقية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة. إدارة الاستدامة وتطوير البيئة تطلق حملة تشجير بمشاركة الاتحاد الدولي والسعودي للمبارزة. كلية علوم الحاسب تدشن كرسي أبحاث الحوار الإلكتروني والحوار الحضاري. أعزائي أينما كنتم من جامعة الملك سعود نحييكم وننقل لكم تفاصيل أهم أخبار جامعتنا خلال أسبوع. ترأس معالي رئيس مجلس إدارة جامعة الملك سعود الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان الاجتماع السابع للمجلس، وذلك بحضور أعضاء المجلس من أصحاب المعالي والسعادة لمجلس إدارة الجامعة، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المجدولة في جدول الأعمال. يأتي الاجتماع في إطار مرحلة جديدة لتحقيق أهداف الجامعة الطموحة وفق توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله نحو الريادة العالمية الأكاديمية والتعليمية والاقتصادية. كرم سعادة رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور عبد الله بن سلمان السلمان الطلاب والطالبات المتفوقين والمتميزين من الأشخاص ذوي الإعاقة في دورته الثانية، وتضمن الحفل تكريم الطلبة ذوي الإعاقة المتميزين في جانب التحصيل الدراسي. الجدير بالذكر بأن الجامعة تحرص على دعم الطلبة ذوي الإعاقة وتمكينهم في البرامج الأكاديمية المختلفة وتطوير البيئة التعليمية المناسبة. نيابة عن سعادة رئيس جامعة الملك سعود المكلف، وقعت عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتورة مي الراشد مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ممثلة بالمركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم، وتهدف المذكرة إلى تأطير العمل المشترك بين الجانبين والتعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتقنية والتطويرية والاستشارات والدراسات الفنية وتفعيل تبادل الخبرات بين الجانبين. نظم كرسي أبحاث الحوار الإلكتروني والتواصل الحضاري بكلية علوم الحاسب والمعلومات ورشة عمل بعنوان تمكين الذكاء الاصطناعي في القطاع غير الربحي، التحديات والفرص، حيث جرى استعراض جهود الجامعة وأهداف الكرسي ومشاريعه وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في القطاع الغير الربحي. كما تم تدشين مقر كرسي أبحاث الحوار الإلكتروني والحوار الحضاري، حيث يتمركز دور الكرسي البحثي في تحقيق الريادة في الأبحاث التطبيقية الداعمة لدور الحوار الإلكتروني والتواصل الحضاري. نظمت إدارة الاستدامة وتطوير البيئة بوكالة الجامعة للمشاريع مبادرة تشجير بالمدينة الجامعية للطالبات، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمبارزة والاتحاد السعودي للمبارزة تم خلالها زراعة عدد من الأشجار لزيادة الرقعة الخضراء بالمدينة الجامعية. يأتي ذلك في إطار إقامة بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب 2024 في جامعة الملك سعود. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة، حتى نلقاكم الأسبوع المقبل. تقبلوا تحياتي، في أمان الله.